احمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عودة مرة ثانية الى ما كنا توقفنا عنده، ونحن اليوم بمشيئة الرحمن مع الحلقة 29، وهي الحلقة 8 في الجنة. اللهم اجعل الجنة مآلنا ومكاننا ومنزلنا يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، بعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا شيطانا الا طردته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا هديته، ولا طالبا الا نجحته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم زين الايمان في قلوبنا، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. كره الينا يا رب الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تب على العصاة والمذنبين، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. طبعا توقفنا في الحلقة 7 في الجنة، الحلقة السابقة حلقة 28، عند الحديث عن اهل المعروف. جعلنا الله واياكم من اصحاب المعروف ومن اهل المعروف في الدنيا والاخره. صاحب المعروف، واتفقنا من قبل انك تستطيع بمقياس اعطيناه لك ان تعرف ان كان المعروف الذي تصنع خالصا لله، او انك تصنعه ابتغاء الشهره. يعني المعروف اللي انت بتعمله في الناس، عايز تسال نفسك يا ترى المعروف ده ليش الله، ولا انا عامله كده يعني من باب يعني ها يعني مثال اخ قصدك في خدمه عملت هذا، انا عارف نيتك تكون خالصه لله عشان ما تضيعش ايامك واعمالك لغير الله. اللهم اجعل كل اعمالنا وايامنا واوقاتنا لك يا رب العالمين. عندك انت مقياس تستطيع ان تقيس به ان كان هذا المعروف الذي صنعه خالصا لله، ام صنعته ابتغاء الشهره او ابتغاء الرياء والسمعه. فلان او انت صنعت معروفا في انسان، وكررت معاه المعروف، شغلت له ابنه وجوزت له بنته وعينته في حته كويسه، ووقفت معاه تحت الزنقه، وقفت معاه في مرض مراته وتعب عياله ونقل ابنه من المدرسه والى اخره. ثم رد عليك هذا الانسان في عمل ما برد سيء، يعني من باب عدم التوفيق، من باب البعد عن الله، رد عليك رد وحش، شوح لك، قال لك يعني ايه يعني؟ ما انت مكلف تعمل لك كده، طيب مثلا يعني انت فهمت خط على خطرك، لك ان تغبط، لك ان تتغير، لكن مش لك ان تمن. ليه؟ لان انت لو قلت في نفسك الله 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 الله، يبقى بيعض الايد اللي بتمتدله ده لحمه ها؟ والله لحم كتافه من خيري، مش كده كلنا بنقول كده؟ لحم كتافه من خيري، يبقى اذا ثق تماما ان كل ما صنعه ليس لله. لان انت لو عامله لله
هو يرد عليك بخير، يرد عليك بشر، يرد عليك. سبحان الله كيف كان يتعامل الرسول مع الناس صلى الله عليه وسلم، كان بيحسن اليه وبيرعيهم. سبحان الله، شوف خرجوه من مكة، وبعدين حبوا يدبروا له مسيدة القك مع الترصد والتعمد تبقى الاطراف، رفع على بابه طبورين مثلين بس يرفع الاطراف الصيف فيضربوه ضربة واحدة فيضيع دمه في القبائل. وبعدين كان يجيبوا سل الجسور اللي هو كرشة الجمل والمنتنة دي ويحطوها على ظهره الشريف ويرتجل ان يصلي في المسجد الحرام. وبعدين قالوا اصحابه كانوا يجروا بلال على الغمضاء في عز الظهيرة في مكة، حطوا عليه الصخر وزرجروه على الارض وضربوه بالسياط وهو لا ينصرف عن قوله احد احد. ابو بكر الصديق كان يعذب من قريش، حتى كان عقبه ابن ابي معيط كان يعني يحرف النعل بتاعه، يعني لما يقلع النعل الجزرة بتاعته عقبه الكافر سبحان الله وينيب الكعب بتاعها عشان الكعب يجي في وش ابي بكر او في عينه، حتى كان وش ابي بكر يستني بانفه لدرجه ان لما يجعل بيت مراته وامه ما كانوش يعرفوه. سبحان الله، قتلوا سميه من شده التعذيب. ام عمار صبر الان ياسر فان موعدكم الجنه. يبقى شوف انا وجدت صحابته كلهم. وجاء يوم الفتح رقبوا اذلاء بين يديه، قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ فقرع الملك واذا ألمتونا وضربتونا وطردتونا واصحابي راحوا الحبشة ورجعوا من الحبشة وبعد راحوا المدينة وانا راهم وتعقدت اثرنا وعملت للمكافأة 100 ناقة للي يجيب محمد حيا او ميتا. ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا وهم في موقف الضعف، خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا اقول لكم الا ما قاله يوسف لاخوته، لا تكتبون عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الطلقاء. هل لنا في رسول الله الاسره الحسنه يا خبر؟ هل لنا ان نتعامل هذه المعامله الطيبه مع الناس؟ تعامل مع مراتك كده يا اخي، مع حماتك، مع قرايبك، مع اخواتك اللي اكلوا ميراثك. يعني سبحان الله، ده اخرجوه ليه؟ السبب ايه؟ انه يقول لا اله الا الله، انه رجل عرف الله عز وجل. ما يصلكم عليه من اجر الا الموده في القربى. ما تقولوش حاجه، ما تقولوش هاته، ما تقولوش ادوني، بس مجرد ان تسمعه. قولوها اذا قلتوها، اذا نطقتم بها افلحتم دنيا واخره. انا قلت لا اله الا الله، ما كلفوش الا كده. بس قولوا لا اله الا الله تفلحوا دنيا واخره. سبحان الله. وجعل اليه الوليد ابن المغيره ابو خالد، وكان عرفا في قريش، يعني الراجل اللوي يعني. قال له يا ابن اخي لقد جئت قومك بما لم يات به احد من قبلك، فرقت بين الاب وابنه وبين الزوج وزوجته وبين الاخ واخيه. يا ابن اخي ان كان هذا الذي ياتيك رؤيا من الجن، كان دي حالة من حالات الجنان او حالة لبس شيطاني او مس جني، مس بتاع جن، جئ لك بالاطباء فسعوا في شفائك. ان كانت الحالة دي حالة مرضية بضل لك على العلاج. وان كنت تريد او تحب ان تصير اغنانا جمعنا لك المال فصرت اغنانا. ايه؟ عايز تبقى راجل مليونير؟ لا، سهل قوي، كل واحد يطلع مبلغ وتبقى اغنى واحد فيه. وان اردت ان تكون ملكا علينا ملكناك. سيدنا الحبيب كان عنده كده ساعة صبر، قال له كده بأدب النبوة، أفرغت يا عم؟ مش راجل أنت؟ أفرغت يا عم؟ بكلام المجنون اللي بتقول أفرغت يا عم؟ برضه لأن السن والده. آه ليس منا من لم يوقر كبيرنا، أمال إيه؟ أيه خلاص؟ قال له خلاص. فتلا عليه الرسول سورة السجدة. ألف لم. فبعد ما خلص ووصل الى آية السجدة سجد. الوليد كان من اعرف الناس باللغة، فمن شدة اعجابه بالقرآن حط ايديه وراه
فنادي لي وركض وقعد منصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومركز قوي معاه لدرجة انه كان من شدة التركيز مقصب عن جميله. زي لما تركز قوي في حاجة في تفكير او في تدقيق او في تركيز تكسر كده وايه وتستجمع كل ايه فكرك واعصابك وعقلك. بعد ما خلص رجع التقى بيه بقى عظماء قريش ابو جهل وابو لهب. قال والله لقد عاد اليكم الوليد بوجه غير الذي ذهب بكم عنه. يعني وشه غير الوش اللي ايه وشه لا مش ده وش قال يا معشر قريش اتقولون انه كاهن؟ والله ما هو بكاهن فانا اعرفكم بتشع الكهان مش كاهن. اتقولون هو شاعر؟ والله ما هو بشاعر انا اعرفكم بالشاعر. اتقولونك مجنون؟ والله ما هو بالمجنون الا لكلام محمد لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اسفله لمغدق وان اعلاه لمثمر وانه ليعلو وما يعلو عليه وما هو بقول البشر. قال لا ده انت بقى هم فيها كده ده لو مين اللي بيمشي المكان ده قريش كلها تخش مع محمد واصحابه. لا 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 انت لازم ما تمشيش من الموقف ده الا لما تقول كلمه وحشه بكلام محمد. قال لا ان كلامه او انه لسحر مستمر ده بيسحر الواد ده مسحر. ينزل جبريل بآيات من كتاب الله ذرني ومن خلقت وحيدا. كان يسمى الوليد بالايه؟ بالوحيد. ليه؟ لان كان قريش كانت تكسو الكعبة سنة والوليد وحده يكسو الكعبة السنة التي تليها. يعني قريش كلها تكسو الكعبة سنة والوليد لوحده يكسيها السنة اللي بعدها سنة وسنة. لا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا ورمينا شهودا. 11 اخ من عينة خالد بن الوليد كان يمشي بهم كده في المواكب هم ماشيين ال 11 وراه وهو قدامهم الوليد بن سبحان الله. وجعلت له مالا ممدودا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا. وبعدين يصل القرآن الجلسة بقى واخد بالك انه فكر انه قدر قال قعد قدر الكلام وفكر فيه سأرهقه صعودا. الصعود جبل في جهنم يوضع فيه كل جبار عنيد يوحى الى اولهم. الجبار ده اللي كان بيتجبر على بال الله في الدنيا زي ما قلنا في حلقات النار والعياذ بالله يلهم ان لو تسلق الجبل ده لغايه اخره ينجو من النار. يهدر الوليد وامثاله يتسلق الجبل يتسلق الجبل لغايه ايديه ورجليه تحترق وتذوب من شده النار. فاذا نزل الى حد الجبل من فوق يروح الجبل ينهار به ينهار في قعر جهنم وهكذا الى ابد الابدين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الصدر وكان يقطع المعروف في الناس ولا ينتظر خيرا. وجاءه رجل ولمح الرسول في عين الرجل حب الرجل للمال والرجل كان زعيم في قومه. فماشي كده في غزوة حنين بعد ما انتهت الغزوة تبص لغنم بين جبلين عادتها بالآلاف. قال ياه ما أكثر هذه الغنم يا محمد غنم كبير. قال له أتعجبك؟ عجبك منظرها يعني؟ قال له إنها كثيرة. قال له هي لك قال خذها. والراجل رجع يقول لقومه إيه؟ اذهبوا فآمنوا بمحمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده بيدي مش خايف إيه؟ ما يصدق النقد يحصل لبكره. لا مش خايف بيدي ومتوكل على الله. فاسلم وراءه 20,000 عشان هو عارف مداخل الناس على ازاي يخش على الناس سبحان الله. يبقى ايه؟ كان يصنع المعروف ولا ينتظر. فانت ان صنعت المعروف في انسان ورد عليك ردا سيئا فحزنت
فأنت ما صنعت المعروف ابتغاء مرضاة الله. إن عملت المعروف لأقرب الناس مراتك بتحسن إليها، تكشر في وشك وانت تبتسم، تقول لك تنهرك بالكلام وانت تقول بارك الله فيك، ربنا يكرمك ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يفتح قبرك باذن الله، ربنا هيبارك فيك. هي تبغاه ها؟ ان الست بتيجي تشتكي جوزها استاذ ماله اعصابه برد قوي، طب يا ست الحمد لله ها؟ طب احنا نضرب بالك، لا بس بيخافني، لا لا ما هو لو حريقه زي حضرتك كانت القاهرة ولعت، لكن من فضل الله ربنا حط على حريقة مية بس مش من تحت تيل، ده غلبان هناك وعايز يشتري دماغه وعايز ينام جاي من الشغل يعني عايز حد يشيله ويشيله شيء، فهي بقى عايز تفتح له موضوعها والولد والبنت والحكاية والرواية. هو ايه؟ ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاضى. اه يا خبر ابيض، معقولة؟ ربنا يكرمك ان شاء الله. انت فأنا انت كل ما افتح لك الموضوع تقفله، هي عايزة تنكشه ها؟ هو دماغه مش فاضي يعني تعبان مخ وضعه ها عايز ناس ان شاء الله ربنا يسهل. فأنا انت سبحان الله، فأنا يظهر ان الست تبقى سخنة ومن فضل الله ربنا طلع مديها جوز بارد بارد برضه انا سلام، هي مش عايزة كده، هي عايزة ايه؟ زي القطة اللي يهب خناقه ها، عايزة عايزة تثير المسائل سبحان، تثير المناوشات على الحدود. فسبحان الله من فضل الله عز وجل ان انت لو مسلم موقن باسلامك وايمانك صنعت المعروف في مرات مرة اثنين وعشرة وعشرين تيجي تزعلوا مع بعض تصلحها ما تصلحش، يبقى حكم من اهله وحكم ايه من اهلها. الكارثة بقى للأسف في القعدة من عدم اسلامه يذكر كل سيئاتها ولا يذكر ولا حسنة، وهو بالتالي ترد على السيئة ايه بما هو اسوأ بما هو اسوأ، تذكر له كل السيئات بتاعته ما تذكرش ولا حسنة، مع ان انت لو حطيت حسنات مراتك على الميزان اكيد هتطلع اكتر من سيئاتها، ومراتك اللي مش مقتنعة بيك لو حطت حسناتك على الميزان بدون هوى والله تطلع اكتر من سيئاتك، لان المؤمن بفضل الله حسناته ومحاسنه اكتر من سيئاته وعيوبه. اللهم حسن عيوبنا يا رب، ورفع عيوبنا يا رب، واجعل سيئاتنا حسنات يا رب العباد. فعايز اقول لك لما تعمل انت معروف في مراتك 10 سنين و15 سنه ما تجيش بقى تلوي الموضوع مره، يعني واحد متعود ان يهرب مراته بكل حاجه، حاضر حاضر حاضر، جه بعد ما تقدم بيه السن حاضر دي مش عارف يقولها، يبتدي يقف بقى، لا الموضوع ده مش عاجبني، ازاي ده؟ ليه؟ عشان ايه؟ سبحان الله، تلفيني ايه؟ الزرجانة بقى، لأن المعروف سبحان الله أبو نواس الرجل غلبان ما عدى عليه. قال له أبو نواس، قال له نعم. قال له أعطيني درهما. قال له أنا البنك أعطيني درهما. قال له ما عندناش. قال له ما عندناش. قال طب لقمة عيش. قال أعطيني لقمة خبز. يا جماعة اديله لقمة عيش. قال له ما عندناش. بيقول لك ما عندناش. قال له طب شربة مية. أي حاجة من بيتكم سبحان الله. شرب ماء ما عندناش، قال برضه بيقول ما عندناش ماء. طب ونعز بقى قال له ايه؟ انصرف يا تاجر يا خاطر. قال له يا خبر اتمنعني وتشتمني؟ قال له اردت ان تنصرف ماجورا من عند الله، انا اشتمك وانت تصبر تاخذ ثواب الصبر. سبحان الله، بس يعني تعمل انت مع كل غلبان كده؟ لا عايز يعني عايز تديله خير يعني يكون كلمه طيبه. كلمه طيبه ها خير من صدقه يتبعها اذى، انا عايز كلمه طيبه كلمة طيبة. الرجل دخل على الجاحظ، فالجاحظ كان بخيل، فقال له اعطيني يا اديب العربية، انت الاديب بتاع العرب كلهم دين حاجة. فالجاحظ قال له يا زبرجد، ده الخدام بتاعه، قل له ياقوت، وياقوت يقول لعنبر، وعنبر يقول لزمرد، وزمرد يقول لذهب، كل دول خدامين ايش غير، وذهب يقول لي مش عارف مين، ان يقول لهذا المسكين يعطيك الله. لعد الله يكفي كلها. الرجل الغلبان بغض قوي بغزو الضيق، قال يا رب قل جبريل، يقول ميكائيل، يقول اسرافيل، يقول عزرائيل يحفظ روح هذا الرجل. يا رب حرمتونا من انسكم مده طويله
هناك الواحد مش عارف يضحك مع جماعة هناك برضو الجماعة الأوروبيين دول دمهم انسوا دمكم خفيف بصراحة. المهم فأنت إن صنعت المعروف لا تنتظر أبدا أن يقدم لك أنا ما أعرف شيء لا تعرف التمثيل المعروف ابتغاء مرضاة الله خلاص. فإحنا توقفنا في الحلقات السابقة عند أصحاب المعروف فاللهم اجعلنا من أهل المعروف يا رب المعروف يا رب العالمين. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ده كلام مين؟ سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام. قيل وكيف ذلك يا رسول الله؟ ازاي أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة؟ طب ازاي؟ طب أهل المعروف في الدنيا أنا ممكن أدي أقول كلمة طيبة أعلم علم يعني أستغل الجاه أو المنصب بتاعي في خدمة مسلم. طب في الآخرة إيه المعروف اللي يقدم؟ قال إذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى أهل المعروف فقال قد غفرت لكم على ما كان فيكم. يعني كل ذنوبكم ايه اتمسحت نتيجة ايه المعروف لك. وصانعت عنكم عبادي فهبوها اليوم لمن شئتم. يعني العباد اللي لهم مظالم عندكم انا رضيتهم فمش هيطلبوا الايه مش هيطلبوا الايه بالمظالم بتاعتهم دي حسنات منكم. وصانعت عنكم عبادي فهبوها اليوم لمن شئتم لتكونوا اهل المعروف في الدنيا واهل المعروف في الاخرة. الله يعني صاحب المعروف ده ربنا يمسح له ايه الذنوب بتاعه وبعدين هيرضيه من الخصوم بتوعه وبعدين يعوض السيئات اللي كانت هتتاخد منه بانه يشفع لمن شاء من اهل بيته او من اهله او من اصحابه. فالانسان بتاع المعروف في الدنيا هو ربنا سبحانه وتعالى ايه هيصنع فيه معروفا في الاخر. بس شتان بين المعروفين. معروف الدنيا هتفرج عن نفس الكرب في الدنيا لكن لما ربنا يفرج عنك كرب الاخرة ايهما اشد جزاء وثوابا وخيرا؟ ها لما ربنا يزحزحك عن النار او بيعمل فيك معروف هل يقاس هذا بالجنيه بتاع الدنيا؟ هل يقاس هذا بانك سمحت واحد؟ ابدا. ده معروف الاخرة ده لا يعوض. اللهم اجعلنا من اهل المعروف في الدنيا والاخرة يا رب. ان الدال على الخير كفاعله. اللي بيدل على الخير زي ايه؟ زي غيره بالظبط سبحان الله. والله تعالى يحب اغاثة اللهفان. وفي الحديث قال من سره ان تنفس كربته وان تستجاب دعوته فليسر على معسر او فليدعو له فان الله يحب اغاثة اللهفان. يعني اما تنفس عن بتاع الكربة تنفس تفرج عنه كربته او على الاقل ايه؟ تدعي له. لا مثلا بلغك ان واحد بنته حرارتها 40 وبشربها تنزل ومش قادر انت ما فيش في جيبك 10 جنيه في الدهان ويجيب بيها ايه؟ ازازه الدواء ويروح للدكتور. يا رب يا رب اجعل جسدها بردا وسلاما من عندك يا رب. والله لو دعوتك خالصه توصل ان شاء الله. الله سبحان الله. يعني في ناس سبحان الله العظيم دعوتهم عند الله مستجابه. فاللهم اجعلنا واياكم من الذين تستجاب دعواتهم. امين يا رب العالمين. هذا فيك. وعن انس رضي الله عنه قال كنت اوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فنظر الي فقال يا انس انا علمي انه من موجبات المغفرة ادخالك السرور على اخيك المسلم. يعني ربنا يقول لك الذنوب ازاي تدخل السرور على ايه على المسلم. ده انا قلت لك قبل كده الحبيب بيدلنا على حاجة حلوة اوي. المن اطعم اخيه حلوى حاجة محلية يعني مفكرة او صرف الله عنه مرارة يوم القيامة. يا الله بس تطعمها له بنية ايه؟ بنية انك أن زي سيدنا الحسن البصري التلاميذ بتوع حاضرين شايفينه عايزين يبصوا عليه وهو ايه؟ وهو بيحج. يا ترى هيعمل ايه ده؟ فاول ما طاف وصلى ركعتين في مقام ابراهيم وراح شرب من زمزم راح داخلين عليه قال له يا امام قال له نعم قال احنا بنشرب زمزم لما شربت له؟ قال له ماء زمزم لما شرب له. طب احنا بنشرب بنية الشفاء واللي بيشرب بنية تفريج الكرب واللي بيشرب انت بقى شربت بنية ايه؟ قال شربت ماء زمزم بنية ان يروين الله يوم العطش. شوف يا اخي النواس على الناس اللي بيشرب من زمزم بنية ان ربنا ايه؟ يرويه يوم ان يعطش الناس. اللهم ارونا يوم العطش يا رب. يا سلام.
يبقى ما علمت ان من موجبات المغفرة ادخالك السرور على اخيك المسلم. تنفس عنه كربة. هو في ورطة. ولا صديق نفسي. قعد عنه حبيب نفسي. مالك. كمين. اقول لك حاجة. المصريين اللي من دول عايزينك تبقى عبارة عن ود. يعني انت كلك تبقى ايه? ود مش بوق. لا بتكلم هو عايزك ايه? عايزك مستمع بك. مستمع فقط. فلان يا خبر ابيض قدام له برضه معقوله الله الله لا 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 مش لا لا, لا. يا رب هو عايزك كده بعد ما يخلص يطلع اللي جوه بقى يا سلام انا كنت هطق لو ما قلتش الكلمتين دول وانت بقى صح وانت فرقت عنه كربه بس هو هيكون بيغتاب هو هيكون ايه بيلعب في ورط حد بقول له لا بقول لك ايه ده احنا ما فيش حكمتين عملناهم ده احنا بينا نايمين في الخط من 15 يوم البطاريه محوله او النبي الله يرضى عليك تنفس عنه كربة او تفرج عنه رملة او تسجي له صنعة يا سلام لو الصنايعية دول يتقوا الله يا خبر ابيض لكن ربنا يكرمهم كرم لما المعلم يعلم الصبي الواد مالي ده يعلمه الصنعة بس رجل السب واللعب والضرب الواد يطلع ايه كاره الصنعة ويطلع يعمل في الصبي بتاعه اكتر من اللي اتعمل هو فيه صح ولا لا لكن هو يعلمه يعني اليقين وعلمه الضمير وعلمه الثقة والله فعلا اهل المعمار دول الناس اللي بيشتغلوا عينه واللي بيشيلوا الاسمنت وبيطلعوا في الادوار العليا واللي بيتعبوا واللي بيشتغلوا في المصانع بتاع الحديد والصلب اللي بيتعبوا دول سبحان لو يتقوا الله سبحان عارف ينام لو يتقوا الله عارف ينام بالليل ايه وقد غفر له طوال الذنوب كلها اللي عملها من اول يوم بس يتقي الله بس من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له اللي ينام وهو تعبان من الشغل ربنا سبحانه يمسح له الذنوب تحت اليوم كلها بس يتقي الله في شغله لكن المصيبه يديك انت معاك وده معاك وده معاك يقول لك اه انت تديني معاك بنرجو الله ولا معاك صنايعيه لا يعني المسلم يبقى صادق يبقى صادق مش العده بتاعته يوزعها البيوت يسيب هنا مش عارف مفتاح وهنا الزرابية وهنا الكماشة ولا بس شو نص ساعة وجاي النص ساعة دي من 93 نجاشة بس واحد يبقى او تسجي له صنعة او تقضي عنه دينا يا سلام لما تسجي الدين عن اخوك المسلم يا سبحان الله او تقضي عنه دينا او تخلفه في اهله يعني لو سافر اذا انت تيجي بره البيت كده ما تدخلش السلام عليكم وعليكم السلام عايزين شي حاجه من السوق فيش عيل من العيال عنده مشكله في المدرسه ولا حاجه اروح اخلصها له بدل ابوه فيش مشكله في جار من الجيران تعبته في اذيه في يا سلام سيدنا عمر لما كان بيبعت الناس في السرايا والحروب يجي ورا الباب ومعاه ورقه وقلم سيدنا عمر كان بيقرا ايه بفضل الله فكان ايه يخبط على الباب يا بنت فلان يا ال فلان هل تحتاجون شيئا عايزين حاجه ست البيت تقول له ايه نريد من السوق كذا وكذا يا امير المؤمنين يقول طيب حاصل يروح واخد الشيره السند بتاعهم او القفه او الحاجه اللي بيجيب فيها حطها فين ويكتب عليها دي بتاعت بيت فلان ودول عايزين كذا وكذا وكذا ويخبط على البيت الثاني ها عايزين شي حاجه يا امير المؤمنين الله يرضى عليك عايزين كذا الحاجه وهكذا يشيل ويشيل يشيل عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين ده كله يشيل عنك يقول اتحمل وزري يوم القيامه يا سلام يا سلام يا اخي سبحان الله يقول انا ابو العيال حتى يعودوا انا ابو العيال لغايه ايه لغايه ما بعتهم ايه يرجعوا مش اول الاب ما يسافر من هنا يا راجل ده الواد لو جه حماده مع ابوه البيت في الجامع كله يموت حماده ازيك حماده الله بك يوم حماده ده قدام ابوه لان ابوه راجل بيروح حيثيه طب خلي ابوه ما يجيش الجامع كده لكن عشان ابو حماده مش موجود مش ممكن مش هنفرح حالنا الا اذا رقبنا الله لازم نرقب ربنا مش معنى ان ابوه موجود لا يا اخوان ده هو يغيب ولذلك ايه الاسلام لما الزوج يموت ها والعيال يبقوا يتامى لا ده لو المجتمع كله صار اباء لهؤلاء اليتامى مش ساعه الجنازه حاره يا ابني شوف لو احتجت اي حاجه انا بيتي مفتوح
طلب في الثانية واللي بقول لك ايه وانا كنت خلفت وخلفت كوكو نسيفكم. لا يا ابني ما انت قلت لسه بتقول انت خلاص بقى يعني انت هتقول هتحاسبني على كلمة. لا اله الا الله. انا عايز نتعامل بما يرضي الله بما يرضي الله. احنا عايزين كده بقى الاسلام في سلوكنا في حياتنا مش الاسلام ده كلام بيتقال ولا جايين الجامعة ورايحين الجامعة يا فين رايح الدرس يا منين جاي من الدرس. طب وبعدين عملت ايه في الدرس خدت ايه من الدرس. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. طيب يا سيدي قيل يا رسول الله من احب العباد الى الله مين احب الناس عند الله سبحانه وتعالى. قال انفعهم للناس اللي بيقدم منفعة ايه للناس. وان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مؤمن تكشف عنه كربا او تقضي عنه دينا او تفرض عنه جوعا. ولان امشي مع اخي المسلم في حاجة احب الي من المكث شهرين في مسجدي هذا. يا سلام امشي مع اخويا المسلم اقضي له حاجته سواء قضيت ام لم تقضى احسن اعتكف من شهرين في جوه الجامع لان الاعتكاف ده خاص بيا. لكن لما افرج عن المسلم كربه ربنا يقول الله هو انت جنب عبدي المؤمن تفرج عنه كربه. طب انا بقى هفرج عنك كربات واقضي لك مصالحك ما دام انت معطل وقتك وحياتك عشان الراجل ده يقول انا بقى وانا القادر سوف افرج عنك كربتك واسد عنك ديونك واقضي لك حوائجك. بس انت خليك ايه عبد رباني. اللهم اجعلنا ربانيين يا رب العالمين. ومن كف غضبه لقيت الحديث ستر الله عورته. كلنا يا اخواننا يبدو المصريين من حجر او العرب كلهم العرب بالذات الجنس العربي وهو مادة الاسلام يبدو انه من تراب سخن شوية. ما احنا كلنا جايين من ايه يعني من 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 من, من الارض اللي احنا جينا منها. يعني الله عز وجل لما خلق ابانا ادم عمل ايه امر جبريل ان يجمع له قطعة من تراب الارض كلها. فجاء الناس على قدر الارض التي جاءوا منها نص الحديث. فمنهم سريع الغضب سريع الفيض يعني يغضب بسرعه ومرجوعه ايه بسرعه. يعني يغضب بسرعه ويرضى ايه بسرعه يقول لك ده قلبه ابيض بس هو غربون شويه لكن كلمه ترضيه. وفي ناس كده صح ولا لا. وفيهم سريع الغضب بطيء الفيض. يعني تبقى مرعوب لما راكت مثلا ها تزعل الارام وترضى بعد خمس سنين مثلا. يعني الراجل كده نكت اول ما يلوي موزه يفضل ماله 10 سنين. لا. ومنهم بطيء الغضب سريع الفيض. في ناس كده اعصابها هاديه وربنا مديها شرح صدر وسبحان الله العظيم. والراجل ايه الحسن البصري عنده خدام بذيء اللسان وقليل ادب ولسانه طويل والحسن ساكت عليه ساكت عليه. قال يا امام ما خلي الراجل ده عندك معقوله. قال اتعلم على يديه الصبر. انا مخليه عندي عشان يبقى الصبر عالي. شوفوا يا اخي الناس واحد يقول لك والله لو كنت منه كنت رحت في كشف. لا لا. فيبدو ان المصريين الحجر الناري في دمهم شويه عصبيين قوي. بس ايه جل المصريين سريع الخير مرجعه سريع قوي كلمه تعالى قوي. يعني ايه كلمه سبيل ايه سبحان الله يا اخي والدوله مش الدوله والزنقه والزحمه ويا سلام. لو نزل ولي واحد من المسؤولين سلم عليك ازيك يا كابتن فلان ماشي مش شايفينك ليه ده سلام الحكومه دي طيبه الشكل يا اخي ما سبحان الله. واخبر صعيدي والله ماشي السنه اللي فاتت في بورسعيد ما واحد اخ كرشه انت عارف البورسعيد كلهم عندهم عجل كده فراجع بالعجله الشمس طالعه والمطر نازل بتشوف انت منظر شكل ممكن. قال الله 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 يا اخوانا عجيبه عجيبه ايه دي؟ تعالى تعالى المطر نازل والشمس طالعه المحكومه اي كلام صحيح. هذا طب الحكومه هو ابو سعيد عامل حبايبي يعني الكلام ده حصل يعني من واحد منهم يعني دليل على خفه دمهم سبحان الله. فالمسلم سبحان الله اللي يخدم لان اثقل ما يوضع لك في الميزان اثقل شيء يوضع لك في الميزان الجرعه غيظ يتتجرعها وانت قادر على انفاذها. يعني ايه يعني ايه واحد ضايقك انت نفسك يعني ايه تنتقم منه نفسك نفسك ماشي لو كده انت مش شايف حاجه حاجات نفسك دي نيتك دي مفيش حساب هنا الا اذا ترجمت الى ايه العمل.
انا اقول لك قاعدة، لو حبيت طعن انت صباع دعه لله يقطع لك يده. ان كنت انت عايز تقطع ايده سيبه لله يقطع له ذراعه. ان كنت ناوي تقطع ذراعه سيبه لله يقطع لك خبره. بس دعها لله. ليه؟ لان انت هتسيب الله عز وجل لينتقم لك. زي انت فاكرين الراجل اللي قال له قال انا كنت لما حد يظلمني انا اشتكي لك انت. ربنا يرحمه رجل العالم الفاضل ده لما قال للراجل ايه راس الدوله قال له لما كان حد يظلمني ها كنت انا اشتكي لك، لكن انت بقى لما تظلمني انا اشتكيت لله. قام الراجل اتفاجئ كده قال اسحبها. اسحبها يعني ايه؟ يعني قال ربنا يقول له لا رجعت الكلام يا رب. ازاي يعني اسحبها ازاي يعني؟ فشوف حتى هم بيخافوا من دعوه المظلوم. فالراجل رد عليه رد لطيف قوي، قال له طب وانت خايف ليه؟ ده انا اشكوك لظالم، ده انا اشكوك لعادل. اذا كنت انت كويس فما تخافش من يحيط عليك الظلم، واذا كنت انت وحش والله ده انا اعرفه واضحه. ها زي الغفر منهم في الجامع ايه؟ بالحراميه دول الناس مش ولا بد واحد يقول لك حلو يا استاذ ليه؟ سبحان الله. طيب يبقى اذا اذكر ما يوضع لك في ميزان الحسنات جرعك وغل. ده انت احيانا تبقى عاصر يا اخي امسك نفسك شويه. انت بقى ليه؟ لان انت اذا تملكت نفسك عند الغضب يبقى انت بتتصل على نفسك وتفرح بنفسك قوي. ولذلك قال سيدنا موسى لابليس يا لعين متى تتحكم في بني ادم؟ انت بالظبط. قال عندما يغضب يصير ابن ادم في يدنا كالكرة في يد الصبي يقلبها كيف شاء. لما العبد مننا يزعل يبقى عنده الكرة في يد العيل يبقى شياطين ايه؟ يلقفون البعض. ولذلك انا مش عايزك تجار مراتك لما تزرجن. انت راجع من شغل تعبان ولا مزرجنة؟ ها كلمتين في شيطان من اولاد ابليس شغلته الزرجنة بينك وبين مراتك، يعني اثارة الايه؟ القلاقل بقى. رد عليه وقول له كلمة. روح ايه؟ ترد عليه. روح يجي لك انت بقى. ايه ده؟ انت مش راجل ولا ايه؟ رد عليه. رد عليه. تروح معلق طول. يقول لك الله الله الله. ما تجيبك يا ولد انت راجل بيت تروح مالك ايه؟ تروح مصلاه لما ايه؟ اجرى. ان كنت راجل صلاه. طبعا انت راجل وابن راجل. بس لا ايه؟ لو انت راجل بقى حقيقي. لا انا راجل وابن راجل بس مش هطلعك. ها؟ لو انت راجل حقيقي. لكن انت راجل كده فرطانة وبعدين يجي على هو ابن الشيخ انا كنت غضبان وقريت في الكتاب ان الواحد تحت الغضب. طب تحت الغضب يوم اوقعت الطلاق على زوجتك ما اوقعتوش على امك ليه؟ يقول لا دي امي. يبقى انت عارف بقى وعارف راسك عارف ان دي مراتك وان دي محل للطلاق ولا لا؟ طلاقك يا رب. وما تهزرش في دين الله. انت لسانك الكلمات تملكها فاذا نطقتها ملكتك. اتوحدوا تكشف عنه كربا او تقضي عنه دينا. ومن كف غضبه ستر الله عورته. يا سلام، يعني احنا لنا عورات وربنا لما احنا نكف غضبنا ربنا يستر العورات. اللهم استر عوراتنا في الدنيا والاخره يا رب العالمين. ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه، يعني يقبل الرد، ملأ الله قلبه رضا. الله يخليك راضي، يخليك راضي. لان انت تكسب ايه؟ هتكسب ايه؟ نفرض واحد ظلمك دعيت عليه، اذا دعوت دعوة المظلوم مستجابة. الله يقول لك اقتضي انك ظلمت وتدعو على المظلوم على الظالم وتدعو على الايه؟ على الظالم. وانت قد ظلمت ويدعو المظلوم عليك، يعني انت ظلمت من واحد تدعو، بس انت خلي بالك انت ظلم واحد ثاني هو ايه؟ بيدعو. فان شئت اجبنا لك واجبنا عليك، وان شئت اخرتكما حتى يسعكما عفوي يوم القيامه. يبقى تحب يبقى ليكوا عليك؟ فاستنى لما ربنا يكرمك. اجبنا لك واجبنا عليك، وان شئت اخرتكما حتى يسعكما عفوي يوم القيامه. يبقى تحب يبقى ليكوا عليك؟ فاستنى لما ربنا يكرمك. قال ولا تدعو على الظالم. ليه؟ قال لان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. ظلم الظالم هيقع عليه قبل انت ما ايه؟ قبل انت ما تدعي عليه. سبحان الله. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام.
وأن مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق ده مصيبة، الزربنة والزرجنة دي مصيبة، لكن الإنسان كان الحليم أن يكون نبيا. اللهم اجعلنا من أهل الحلم يا رب. طيب. فقال صلى الله عليه وسلم، احنا كل ده بنتكلم على ايه؟ صفات اهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ان افضل لان دلوقتي احنا هندخل في ايه؟ هنروح في القرآن بقى وندخل في ايات الله ونشوف القرآن بيتكلم عن ايه؟ عن اهل الجنة ازاي. ان افضل العطية ما اعطيت الرجل قبل المسألة، فان سألك فاعطيته فانما تعطيه ثمن ماء وجهه الذي اراقه. ياه. يعني افضل المسألة انك تدي قبل ما ايه؟ قبل، لانه لو سأل وانت اديت له فبتديله ثمن ذلة المسألة. ياه. الاسلام بيحفظ، خلي بالك ده الراجل جه لسيدنا علي، ها؟ فليه قاعد مع اصحابه كده؟ عارف عمل له ايه؟ راح جاء على الرملة وكتب له كلمتين على الرمل. راح سيدنا علي مسح الكلمتين قبل ما حد يقراهم، وراح كاتب للراجل كلمتين، الراجل بص قرا كلمتين، راح سيدنا علي مسح الكلام ومشي. قال الله، هو لو واحد مصري ده يقول لك ايه انتوا هتضحكوا علينا، احنا بنقول لنا انتوا بتشتموا مين بالظبط؟ لا لا ابدا. واحد قال ده سر بينه وبين الراجل. قال طب علمنا يا امير المؤمنين، ان كان فيها تعليم اهو نتعلم. قال الرجل لا اريد ان اريق ماء وجهي. شوف شوف ان العزه بقى في الطلب، انا مش عايز انكسر واتذلل في السؤال. فرحتنا علي مسح، قال له عد الى بيتك كانك ما سالت وسوف ياتيك ما رزقك الله به. مش يفضح على صفحه الجرايد؟ لا لا، انا راح اساله. قال له كانك ما سالتش ولا كانك جيت، ارجع للبيت. سبحان الله، ادي الناس، ادي الناس، سبحان الله، لا اله الا الله. يا علي، يا سيدنا الحبيب بيقول لايه؟ بيقول لحبيبه علي، كن سخيا فان الله يحب السخاء. لان الكريم، قلنا ان الكريم قريب من الله، قريب من الناس. البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنه، قريب من النار. يا علي كن كريما، كن كريما فان الله، كن سخيا فان الله يحب السخاء، وكن شجاعا فان الله يحب الشجاع. اللي يقول الكلمه ولا يخاف الله لو مت. ليه؟ لان شو لو قلت كلمه واتحاسبت انت عليها ومت بسببها، لا تموت بسبب الكلمه وانما تموت ايه؟ بقضاء الله. ولو تموت عشان انت قلت الكلمه دي، سبحان الله. وكن شجاعا فان الله يحب الشجاع، وكن غرورا فان الله يحب الغرور. ولذلك اي واحد مراته مش محجبه وبنته مش محجبه واخته مش محجبه وماشيه في الشارع، ان الله لا يحبه لانه ليس بغرور، فانما هو ديوث ومكتوب على باب الجنه لن يدخلك ديوث. الديوث اللي هو القبح على اهله ويسكت عليه. يبقى عارض مراته للفرجه. يا راجل يا مؤمن، في واحد غيور مسلم مراته تقرب عليه الفستان اللي تخرج بيه وبيقول لها سلام، لو بس يتضايق سنه من هنا. يا راجل يا راجل يا راجل، اذا كنت راجل سبحان الله، لا اله الا الله، كن غرورا. خلي عندك غروره، بلاش الاسلام، خليها كده ابن البلد. انت مش ابن بلد؟ خلاص. قول لمراتك بقول لك ايه؟ ما فيش خروج من البيت الا بحجاب. طب انا مش هتحجب، طب انت مش هتخرج من البيت. ها؟ 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 وانخرج بقى، عارف عايز تخوفها تترعبها؟ ولا حاجه من اثنين. ما في الستات تعود على الخروج كل يوم كل يوم كل يوم، فدي بتقعدها كان انت حرست بتاع في الارض. ها؟ انت انا عن الهوى. لا مفيش خروج الا بحجاب. هي بقى عنيده بقى. تيجي بقى خالتها وعمتها وامه هو وخاله، يا ابني يا ملابس حلوه اهي، يعني يا باين منها حاجه لرجليها ودراعها وشعرها ورقبتها وسنها. ليه عليك يعني؟ سوري في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده.
تقوى انت بالمعروف وتدخل ده هاجم عليك وانك انت الغلطان لبس يخجل انت خلاص جات على دي انا ماشي برج الله يا اخي تبقى انت والزمن قال يعني ايه سبحان الله زي الراجل اللازم القاط يرقط مرتبة في الاتوبيس ويجي الناس يمسكوه يبتدوا ضربه فيه واحد حرام عليك حرام عليك حرام عليك انت خليهم يضربوه خليهم يطلعوا علينا عشان بعد كده حاره معلش معلش يعني ايه يعني معلش سبحان الله بس انا نفس القضيه عندي فانت ان كنت راجل لا بقول لك ايه انا في شيخ رزق بصلي عنده كل يوم اثنين وجمعه بيقول الست ما تخرجش من بيتها الا محجبه وانت فرحت يوم القيامه انا مش ناقص وراجل بيصغر لي كل ما يشوفني ويعني بس سبحان الله وانا عارف يعني اي كلام يعني من باب يعني كده حلال ده ها مش معقول يعني تفضحينا كده قدام الناس الحجاب يا بنت الحلال خلاص ما ايه سبحان الله واخر غريبه التلج عين واحنا خارجين الصبح اسبريس بقى راجل عين لابس مش عارف ايه وبنطلون من فوق ومش عارف بلوفر وبتاعه وبيشكشك في البرد ودي ماشي يا اخي مش بردان طب ازاي وكن غرورا فان الله يحب الغرور لان انت بعدم اجاب مراتك مش بتاذيها انت بس ولا تجلير ده بتاذيها وبتاذي روحك وبتاذي كل اللي جوه لكن لو كل المجتمع لو كل المجتمع متغطي مش 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 الظروف ايه مش الظروف تقل يا خبر ابيض سبحان الله لا اله الا الله ده سيدنا عمر شاف السيده سوده ها عرفتك يا سوده يا خبر ابيض قالت أعلينا والوحي ينزل في بيوتنا يا ابن الخطاب ده انا امك ام المؤمنين ده كلام عرفتك ازاي ماشيه كده سبحان الله يعني اذا القضيه ان المسلم كده لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله وقم غيورا فان الله يحب الغيور وان امرئ سالك حاجه فاقضها فان لم يكن لها اهلا كن انت لها اهلا اصنع كل الناس يقول لك ايه لا تصنع المعروف في غير اهله فكلم لا انا اقول لك غلط المقوله دي حكمه غلط دي مش حكمه ده كلام غلط اسمع كلام الرسول بقى صلى الله عليه وسلم اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله فان صنعت المعروف في اهله فقد اصبت اهله وان لم تصنع المعروف في اهله فانت اهله ان صنعت المعروف في غير اهله انت اهل المعروف اللهم اجعلنا من اهل المعروف يا رب يا رب العالمين بعد فيه ما من مؤمن ادخل سرورا على مؤمن شوف 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 كلام الحبيب بقى ما فيش مؤمن يدخل سرور على اخوه المؤمن الا خلق الله من ذلك السرور ملكا ملك ياه يجي يوم القيامه يتعلق في رئاسك تقول له يا عم يا ناصر اللي اسكت انت السرور اللي دخلتني على فلان وانا معاك بقى خلي بالك اوعى دي خلي بالك من دي عرف دي خط العقبه دي اعمل العقبه دي امشي على الصراط بالشكل ده لغايه ما يوديك على حوض الكوكب يعني يسلمك لايد الحبيب يبقى لازم تدخل السرور وكل اللي يدخل سرور على اهل بيته ده احسن سرور لان من فرح انثى كان كمن بكى من خشيه الله واللي بيبكي من خشيه الله ربنا مش هيعذبه في النار يوم القيامه يعني تدخل السرور على مراتك خليها نايمه ايه راضيه ودخل السرور على بنتك ما تنكش عليها صحصح بنتك خليها صاحبتك وعشان ما تروحش تحكي لصاحبتها لا او وقف التليفون يقول لها كلمتين ولا لا خليك انت صاحبها قول لها مالك يا ماما انت زعلانه ليه مالك متضايقه تعالى لما تعوز حاجه اطلبها من احنا اصحاب مع بعض وبنقول اسرارنا لبعض ولا شو بشتكي لك من شغل قوم تصاحب بنتك قوم بنتك تشعر بالامان لكن البنت بقول لك ايه انا مش فاضي والام مش فاضيه فتروح فين البنت ان شاء الله تروح لمين تروح لحد كده ولا كده ولا ايه سبحان الله ذاك اهيب بالمسؤولين عن التعليم يتقوا الله في بناتنا وبلاش حكايه فقر بعد الظهر يا ريت البنت عايزه تطلع المغرب الساعه 5 البنت تطلع الساعه 7 مدارس تراك ورا باب الصوت ضربه كويس انا نفسي يا راجل اخاف امشي لوحدي سبحان الله طالع عين البنات سبحان الله وشويه العيال الصيعه اللي بيقول لك او ده الواد اللي هو اما بتاع الجامعه ده اللي هيودينا في داهيه هم بيقولوا عليكم كده لكن الواد بتاع الجامعه ده متطرف ده اللي هيودي البلد في داهيه اما الواد المشكله اللي واقف هناك على ناصيه المدارس اللي عند نادي الصوت هو ده اللي هيعمر البلد ده اللي هيخربها ويقعد على سلها ان شاء الله إن الله لا يبعث المعروف يوم القيامة في صورة رجل مسلم ده حديث ثاني خلي بالك الأحاديث دي
انا منقح حالك. انا بكرر الكلام ده ليه؟ لان اليوم ملحوظه بعد ما خلص الدرس ان شاء الله بنقحها يعني ويعلم الله يعني بذكر فيها ما كنت عشان تطلع مظبوطه، لان يعني الشباب دي بتروح اخر العالم في مكانش الواحد يقول الكلام بما يرضي الله، لان من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتبرأ مقعده من النار. ها تقول يعني مساله خطيره. ان الله لا يبعث المعروف يوم القيامه في صوره الرجل المسلم فياتي صاحبه اذا انشق عنه قبره فيمسح عن وجهه التراب. يا سلام، المعروف يمسح عن وجهك التراب اول ما يلتقط، سبحان الله. ويقول ابشر يا ولي الله، يبشرك ها بامان الله وكرامته لا يهولنك ما ترى من اهوال يوم القيامه، ما تخافش. فلا يزال يقول له احذر هذا، اتق هذا، يسكن بهذا روعه، بيهديك سبحان الله حتى يجاوز به الصراط. فاذا جاوز به الصراط عدل به الى منازل الله عز وجل في الجنه، ثم ينثني عنه المعروف فيتعلق به، يقول يا عبد الله من انت؟ خذلني الخلائق يوم القيامه وما خذلتني، من انت؟ يقول انا تعرفني؟ يقول لا، يقول انا المعروف الذي عملته انت في الدنيا، بعثني الله خلقا لاجازيك به يوم القيامه. يبقى اوعى تقصر عن عمل معروف طالما تقدر. انا ما قدرتش، ادعي للراجل وربنا يسهلها لك، ربنا ييسرها لك، حملها على الله ربنا يكرمك، هتفرج ان شاء الله، يفرجها ربنا علينا وعليك، كلمه طيبه، كلمه طيبه. يبقى انت ما عملتوش حاجه بس اديت له ايه؟ دعوه خير. خلاص؟ طيب تعالى بقى نجول في بعض من سور القران عن الجنه وحلاوه ما في الجنه وجمال ما في الجنه، فاللهم اجعلنا في جنه الرضوان يوم القيامه يا رب العالمين. اول سوره نتجول فيها سوره هود. بسم الله الرحمن الرحيم. فاما الذين شقوا ففي النار، والعياذ بالله. ده الاول يعني اصل ايه؟ ما احنا بنتكلم عن الجنه طبعا. فلكن قبلها اتكلم عن ايه؟ الايات اتكلمت عن ايه؟ النار، والعياذ بالله رب العالمين. خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. واحد يقول لك ما شاء ربك يعني ايه؟ يعني هو الكافر هيطلع من النار؟ لا. العربي لما كان يعبر عن ديمومة الشيء يقول ما دامت السماوات والارض. لما يعرض العربي يحب يقول الشيء ده دائم ما ينتهيش، يقول ايه؟ ما دامت السماوات. ليه؟ لان العربي لما نشأ في الجزيرة فوقه ايه؟ السماء، تحتيه ايه؟ الارض، ومن ايام ابوه وجده. يبقى كان دليل على ان الشيء دائم يبقى ايه؟ ما دامت السماوات والارض. يبقى اللي شقوا والعياذ بالله في النار ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. مين المستثنى هنا؟ من قال لا اله الا الله. الاخرج من النار كل ايه؟ كل من قال لا اله الا الله. بس الكارثه المسلمين بقى اللي هو واحده مش محجبه يقول لك ايه يعني؟ مش الشيخ قال لكم كل من لا اله الا الله هيطلع من النار؟ طب ادخل لنا مده كده. طب المده دي قد ايه؟ المده دي قد ايه؟ يوم؟ يوم. اليوم عند ربنا يوم القيامه بكام؟ 50,000 سنه. طب 5 ايام؟ ربع مليون سنة، 10 ايام، نص مليون سنة، يا خبر ابيض، شهر، دي مصيبة. فقلت له فاذا يعني ان بشر ربك لشديد، ولا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من يعصيه. وكان احد الصالحين يقول لو اوعدني، لو هددنا ربنا بان يحبسني في حديقة لكنت من الخائفين، فما بالكم وهو يهددني ان يحبسني في النار. يقول ده بس قال لي بس ان انا هحبسك في جنينه، انا كنت خايف لان اللي يحبسني ربنا. اما المبادئ لما يحبسني في جهنم بقى اروح فين؟ تعالى بقى لاهل السعاده، اهل الشقاء اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. واما الذين سعدوا، اللهم اجعلنا من السعداء في الدارين يا رب. ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. العطاء ده غير ايه؟ منقطع، غير ايه؟ منتهي. يبقى اللي في الجنه ده ايه؟ اهل السعاده، اللهم اجعلنا من اهل السعاده. اما الذين سعد دول ايه؟ دول اهل السعاده. طيب يا سيدي تعالى لسوره الرعد.
مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم تجري من تحتهم الأنهار أكلها دائم وظلها. وظلها إيه؟ هو يقصد الآية دائم برضه يعني الأكل دائم والظل إيه؟ دائم. يعني بالله عليك في الدنيا الأكل ممكن إيه؟ يخلص صح ولا لا؟ هم الجماعة التوارث لما مش هيأكلوا مش مظبوط؟ سبحان الله ممكن يحصل مجاعة في أي بلد لكن في الجنة في مجاعة؟ لأن الجنة بيد من؟ بلد. لكن الدنيا ربنا يدي أسباب فيها يعني ممكن واحد كده يبقى إيه؟ يبقى عنده يعني يدي وياخد يعني في الظاهر الأمور يعني لكن الآخرة الملك يومئذ لمن؟ بس سبحان الله بس ولدينا مزيد ربنا عنده كتير عنده خزائن لا تنفد ولك يجيبك انت يا صبيان يا نبيان يا معروف ما عمرك ما شفتهم هنا كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب وتناعم يا من لم تتناعم اذا قلنا ان اشقى اهل الارض اللي هو عمره ما شاف يوم هنا بس كان يتقي الله قال يغطوا في الجنة في غطة يدخلوه في الجنة حتة كده جزء كده وطلعوه قال وجهه كالبدر ليلة التمام عادي أرأنت بؤسا من قبل قط عمرك شفت بؤس قبل كده هو عمر ما شافي هنا ها يقول عزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني يعني الراجل مجرد ان لمسوه لمسة في الجنة نسي ايه نسي مراته ونسي هم عياله وغاره وصحب البيت والمجرد اللي كان مطلع عينه كل ده اتنسى بغمسة امال ما يقول على طول يعمل ايه وبؤس بانعم اهل الدنيا ولم يتق الله فغطت في جهنم غطة دخلوه في النار غمسة كده فيخرج كالفحمة السوداء عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط ده كان عايش في العيد وعزتك وجلالك انا في الشقاء منذ ان خلقتني ياه ولذلك قال لك اول شربة لك من حوض الكوثر التجري في وجهك نظرة النعيم اللي يشوفك يقول يا سلام تاني شربة قال تشيل الحقد والهم والغل اللي في قلبك والحسد تدخل الجنة ما تنقش على حد ها لان والعياذ بالله لما يتنقع عليك في الدنيا يا فطار يا رب يا فطار يا رب ها الست ها بتحلف بالله ان امها عينها وحشة ربنا يغيرنا وياكم من العين الوحشة فالست عارفة انها حسودة والبنت عارفة بنتها فراحت تزورها بعد البنت ما اتجوزت فالبنت عايزة تقعدها في اوضة ما فيهاش حاجة يعني ذات قيمة فالست بعد ما قعدت على الكرسي قلت ايه ده انا ما شفتش الكرسي ده قبل كده اصل جايين لنا هدية واحد صاحب جوزي جاب لنا كرسيين هدية كرسيين لهم منظر حلو كده يا والله ده صاحب جوزك بس ده زين ها بس هي كلمة دي بس ده ايه خجب زين ما بركه البنت اقسمت بالله قبل الام ما تقوم من على الكرسي كان الكرسي نصين لكن لو انت حسود وعارف انك حسود وقلت ما شاء الله لا قوة الا بالله زي صاحب الجنة ها لولا اذ دخلت جنتك قلت ها ما شاء الله لا قوة الا بالله او اقول كده او ربنا يحط البركة لان الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر اه والعياذ بالله وقلت لك قبل كده ان العربي كان يجيبوه الحسود كان معروف كده فلان الحسود والعياذ بالله يجيبوه يقول له ايه يقول له تعالى انا عايزك تحفظ الناقه اللي ماشيه دي كان يقول للجاريه بتاعته خذي هذا الاناء واتيني بجزء من لحمها تستغرب البنت طب اجيب جزء من لحمها ازاي وهي الناقه ماشيه على اربعه الناقه ما توصلش البيت الا يكون لحمها في ال يا فطر يا رب اما المغرزتين كانوا ليه بس ما تحطش في ذهنك الموضوع ده قوي يعني عشان ايه كل ما حصل لك حاجه على ايه الحمد لله يا يعني اللي يخاف على كل اللي عنده
أما الحمد لله يا أحمد عند غنمك جوعك. الحمد لله. مثل الجنة التي وعد المتقون، نفس قضية سورة محمد عليه الصلاة والسلام، فيها أنهار من ماء غير آسن. ماء غير آسن يعني ايه؟ مش ماء راكدة، انما ماء ايه؟ متجدد جاري جاري سبحان الله. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن اللبن لو انتهى شوية، ده راجل مؤمن ده كيلو اللبن ها شوية يوصل على 2 جنيه، لو حد يكون لبنه يغلى ب 2 جنيه احنا لسه بناخده اقل من 2 جنيه. الله يرضى عليكم، خفوا علينا شوية، الله يرضى عليكم، بنستحلفكم بالله لما تخلصوا ايه؟ استنضفوا المية، يعني الله يرضى عليكم، احنا مقتنعين، بس الله يرضى، انا عارف اللبنين حبايبه كلكم. المهم فاللبن في الجنة، تخيل انت نهر من اللبن، بس برضه نرجع ونقول ايه هتفكر زي لبن الدنيا؟ لا ده بس عشان نفهم احنا، بس عشان ايه؟ لكن هو عشان ربنا يقرب لنا المساله. لبن، بس لبن ايه؟ لبن الهي بقى سبحان الله، انهار من لبن، مش قصه لبن، لا انهار، انهار من لبن سبحان الله. وانهار من خمر لذه للشاربين، يا سلام. ليه لذه للشاربين؟ لان ما فيهاش كحول، ما تغفلش العقول، لا، لان انت حرمت على نفسك خمر الدنيا. لا تعالى، انت مش حرمت على نفسك خمر الدنيا، هنتيك خمر بقى، بس ايه؟ هنعوضك بقى، بس ده خمر الهي حلال، سكر حلال بقى، ده بس للكرف. سبحان الله. يبقى اذا لبن لا يتغير طعم، خمر لذة للشاربين. وايه كمان؟ قال وانهار من عسل مصفى. مصفى من ايه؟ ما فيهوش شمع، ما الشمع ده جاي من مين؟ من النهر. لكن العسل اللي عند الله، النهر، الانهار اللي في الجنة اللي من عسل، ها، يبقى ده من عند مين؟ كن فيكون. ياه، كل ده من عند الغلابة اللي تحلت، بس ربنا يجعلنا لكم من اهل الجنة رب العالمين. ولهم فيها من كل الثمرات، بعد كل ما عند كله ايه؟ الثمرات اللي تتعرفها وما تعرفهاش، ده فيه في دول فواكه غريبه. ايه ده وايه ده؟ الواحد يسال كده عامل زي ايه؟ القرع والتازج. ايه ده ايه ده؟ ولا سبحان الله، الاف في الجنه لا تخيل بقى اللي عبد ربنا بقى للعباد سبحان الله. ومغفره من ربهم، ده اكبر حاجه، بس احلى حاجه بقى ايه؟ المغفره سبحان الله. كمن هو خالد في النار، معقول ده زي اللي خالد في النار؟ ابو انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن الذي يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى، ومغفرة من الله عز وجل، ده زي المخلد في النار؟ هل يستوون عند الله؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. وسقوا ماء حميما فقطع معاه، والعياذ بالله، اللي هم ايه؟ اهل النار من الله يجعل بيهم دلوقتي، خلاص احنا ايه؟ احنا في الجنه دلوقتي ان شاء الله، ربنا يجعلنا لكم من اهلها. طيب يا سيدي، تعالى بقى، كان لسه الله يكرمه الشيخ ناصر بيصلي بينا في العشاء بالايه؟ بالفرقان. عارف الفرقان اولها ونصها واخرها. في اول الفرقان بيقول بل كذبوا بالساعة، في اول الفرقان، اول صوت الفرقان، بل كذبوا بالساعة. دول هم مين؟ اللي هو لما تقعد معايا تقول لي يا استاذ، ومش كذب يعني منكر 100%، لا، يا استاذ وقف الله يا رب، المشايخ بيضحكوا عليكم بس في الجامعة عشان يجيبوا رجلكم، ده عم قلبك ابيض، ده ربنا رحمته واسعه قوي يا ابني، هو حد يشك في رحمة الله؟ هو واحد ربنا واقع وما تصليش وتقول له رحمته ابوه واسعه؟ لا، صلي وصوم وقال رحمته واسعه، اتق الله ورحمته واسعه، احسن الى نفسك ورحمته واسعه، ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا برضه في الاخره ورحمته واسعه، مش رحمته واسعه كده على سبحان الله. بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا، والعياذ بالله رب العالمين. اذا راتهم من مكان بعيد، زي ما احنا قلنا في الحلقات الايه؟ النار انها هتطلع منها اعناق تلتقط اصحابها كما يلتقط الطير الحق. تشم ريحه ايه؟ صاحب المتكبر والمتجبر والمغتاب والنمام والحسود والحقود واللي مطلعها ننجزها واللي منكد على مراته، كل ده برضه يعني هذه اصحاب هي امهم. من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، يا فطار يا فطار يا رب، بتاكل في بعضها. لا حول. ولذلك الحسد من الكبائر. ليه؟ لانه صفه من صفات النار، لان الحسود بياكل في روحه عامل زي النار
تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. عياذ بالله. سبحان الله. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. وعياذ بالله لما يكرموا فيها هم إيه؟ مكبلين بالأغلال وبالسلاسل. وعياذ بالله يا رب العالمين. دعوا هنالك ثبورا. الثبور هو الإيه؟ الهلاك. الهلاك والدمار. وعياذ بالله يا رب العالمين. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة. ده مش هلاك واحد. ده يعني عدة إيه؟ عدة هلكات ورا بعضها. إيه؟ ولكن وادعوا ثبورا كثيرة. وبعدين قل أذلك خير. ده ربنا بيقول لسيدنا محمد. قل يا محمد لهم. أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. كانت لهم جزاء ومصيرا. معقولة تستوي الجهنم اللي بتنادي على أصحابها وسمعين لها تغير وغفير ولما يلقوا فيها يلقوا مقرنين بالأصفاد قولوا يا هلك يا هلكنا يا ولنا يا شقائنا. ده والله جنة الخلد التي وعد المتقون. اللهم اجعلنا من أهل التقوى. عمل إيه؟ ندعو ربنا سبحانه وتعالى. تعالى في الربع الثاني أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. مقيلة إيه؟ واحد يقول لك يقيل يقيل يعني إيه؟ يقعد هو قاعد هنا مستقر وإيه؟ القيلولة آخرها بقى بعد عباد الرحمن اللي احنا شفناها في الحلقة اللي قبل الماضية. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حصلت مستقرا ومقاما. احنا كنا فرقنا سورة الفرقان قبل كده. تعالى يا سيدي إيه؟ لتنظير في الشعراء وقاف برضه عشان احنا كده ايه بنقصد إيه ورود كده احنا طولنا عليكم ليه؟ ما توحد الله لا اله الا الله لا اله الا الله. وأزلفت الجنة للمتقين. دي في الشعراء في قاف. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يعني عشان ايه؟ عشان ما يتعبوش. يا سلام. حتى يا رب أرسلهم الجنة. لا العبد من عباد الرحمن ده ما يتعبش. شايلينه سيف. زي ما تكون انت ايه مثلا يعني. ربنا ينعم عليك كده وتروح عمره مثلا على حساب جلاله الملك مثلا يعني مثلا. او دعوه من سمو الامير. الواحد جه محترم قوي واقف مستنيك على باب الطياره. قلت له الله ده قلت له ده السواق بتاع العربيه. قلت له ده البيه اللي هو نفسه الامير اللي بعيد. لا ده انا الخدام بتاع السواق. امال السواق شكله ايه؟ امال العنوان شكله ايه؟ امال الفندق كله نزل ايه شكله ايه؟ ده عشان في ضيافه ايه؟ واحد كده يعني سبحان الله عبد من عباد الله. ما بالك وانت ضيف على الرحمن. ده حاجه يعني ملك سبحان الله ملك لا اله الا الله. وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. يا سلام. وبرضه غير بعيد في الدنيا. اللي عايز يدخل الجنه الجنه قريبه له. لان ليها ابواب وليها اماكن. الحته اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي مكان في الجنه. اذا رايتم رياض الجنه فارتعوا. قالوا وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال مجالس العلم. قال انت قاعد في روضه من رياض الجنه. ارفع براحتك بقى. ها شو انت قاعد ازاي؟ اروح عايز تروح تروح فين؟ يقول لك عايزين نقعد الصبح. انا عن نفسي عايز اقعد الصبح. اروح فين؟ ها اروح اطلع من باب الجامع ما تفتحش الا بلاوي مشاكل. ها ده طلاق وده ميراث وده مش عارف صاحبه خلق في صاحبه وهم. لا فالجنه قريبه بايه؟ الصبر. الصبر برضه عشان تقرب من الجنه فاصبر. واحنا في الدنيا بقى ابتلاء. ويا بخت اللي يبتلى ويصبر. يا بخت اللي يبتلى ويصبر. واصعب انواع الابتلاءات ومن اصعب انواع الابتلاءات موت الابناء. الابن العزيز عليك لما يموت ولا البنت. يا سلام لو صبرت. عارف ايه؟ يقول الله عز وجل اقبضتم روح ولد عبدي. ايوه يا رب. أأخذتم فلذة كبده. ايوه يا رب. وماذا صنع عبدي؟ عمل ايه؟ الحمدك واسترجع. قال احمد الله وانا لله وانا اليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيتا حمد ولا تكتبوا عليه سيئة حتى يموت. ادي الجنة. ادي الجنة. ها فتح. وبعدين سبحان الله الفرق الافراد اولادنا اللي ماتوا صغيرين اللي نزل يا دكتور عمل فوق ومات او قعد بشويه ومات او بنت او ولد. ها قال يعملوا ضوضاء على باب الجنه لسه الحساب ما بداش.
ما هذا الذي أثنى على جبريل؟ أهو ربنا السميع العليم بس عايزة. يا رب هؤلاء أبناء المسلمين الذين ماتوا صغارا رفضوا دخول الجنة إلا بصحبة آبائهم وأمهاتهم. يا سلام، ألا جبريل من صبر من آبائهم وأمهاتهم ألحقوهم. يا الله، دخلوا معاهم يا الله، دخلوا معاهم يا الله. يا سبحان الله، باب من أبواب الجنة هو صح ولا لا؟ يا سبحان الله. واحد غرق في البحر، اخواننا الشهداء بتوع الباخر شهيد عند الله. واحدة ست ماتت والدوضع شهيد عند الله سبحانه وتعالى. واحد خبطته عربية مات شهيد عند الله. واحد وقع من فوق شهيد عند الله. واحد وبيشتغل سبحان الله وقع على رأسه شهيد عند الله. بس المهم يكون يتقي الله عز وجل. والحمد لله شهداء أمة محمد كثيرون. الحمد لله رب العالمين. فدي كل دي أبواب ايه؟ كل دي أبواب من أبواب الجنة. بس عايزين منك الصبر. 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 طب يا سيدي، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ما معنى الأواب؟ الرجع إلى الله. يعني إيه؟ يعني أنا أغلط وأرجع تاني، أغلط وأرجع تاني، زي ما حكينا عن الحسين رضي الله عنه والقصة تاني، لأن حرقات دار الآخرة مهمة للعقيدة. راح الواحد زي حبيبنا كده، يا إمام، قال له نعم، قال له عندي مرض. قال له مرضك ايه؟ قال له مرضي كل ما احب اتوب ارجع للذنوب تاني، اتوب وارجع للذنوب تاني. بالله عليك الراجل ده كلنا ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ بلاش انا، انا اقول ما انا هيكد. قال له انا هقول لك على حلول خمسة. الرد الاول يبقى خير وبركة، توكل على الله. لقيته مش عاجبك وعندك حساسية منه هديك دواء تاني. لقيت الدواء التاني مش نافع هديك التالت، هديك خمسة. قال له هات الاول. قال له إن أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. ها؟ ينفع؟ قال له لا 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 مكتوب عنده في كتاب. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس، كله مكتوب عنده مسطح. لا 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 تخفى عليه خافية. اديني الدعاء الثاني الله يفتح عليك. قال له ان اردت ان تعصي الله فاعصه في ملك غير ملكه. ان هي السهر في ملك وتعصيه، يعني معقول انا اعصي بيتك والا ادبي؟ بالبلدي كده اعصي بيتك وضيق والا ادبي؟ أنا إيه؟ أنا إيه؟ أنا أعرف ملك الله، صح ولا لا؟ أنا أعرف ملك الله، أنا مش ودك. قال له يا راجل، هو في ملك غير ملك الله؟ لا لا لا، ده أصعب من اللي فاتت دي. قال له إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. أنا إيه تهب البني آدم كده يعني؟ الله، إزاي تأكل من رزق الله وتعصيه؟ ده الراجل بيصرف على ابنه ومقعد الراجل يزرجن عنه ولا له لا يا رب سبحان الله. قال له لا 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 ده اصعب من اللي فات. لا يا عم هات الرابعه. قال له ان اردت ان تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له اخرني حتى اتوب. ينفع؟ ينفع تاخذ مهله وغطيت؟ ها؟ لا 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 يا راجل قول كلام غير. الخامسه قال له ان اردت ان تعصي الله وقفت بين يديه يوم القيامة وقال لك عبدي لما عصيتني؟ فقل له انا لم اعصك يا رب. قال اكون كذابا في الدنيا واكذب على الله يوم القيامة؟ اشهد الله اني قد تبت اليه توبة نصوحة. يبقى لما تيجي تتعلم الذنب بقى ترجم الخمسة دول في مكان ما يشوفكش فيه، في ملك غير ملكه، ما تقولش من رزقه، لما يجيك ملك الموت قول له استنى، لما تقف بين يديه قول له لا انا ما عملتش غلط. ما ينفعش. يبقى توب بقى احسن لك بقى، هات من الاخر. يبقى وازلفت الجنه للمتقين. انا عايزك كنت تقرا القران تقراه وتدبر. اما هو القران لمين؟ وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. عرفنا الاواب، مين الحفيظ بقى؟ اللي بيحافظ على حدود الله. اللي بيحافظ على حدود الله عز وجل.
ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، صح ولا لا؟ يعني أنت لما تدخل في حمى يبقى كل ملك له حمى. أنت في حتة معينة مقفلينها كده ممنوع الدخول، ليه دي الحتة دي بتاعة الوزير في الحتة دي بتاع الفلان، فإيه بتاعة الهيئة الفلانية ما تدخلش، ده حمى، الدخول في الحمى غلط. برضه في حمى الله عز وجل، ها؟ ألا وإن حمى الله محارمة، خلي بالك. لكل أواب حفيظ، حافظ على كتاب الله، حافظ على سنة الحبيب، حافظ على أوامر الله، حافظ على ما يدخلش فيما حرم الله. مين هو بقى؟ المن خشي الرحمن بالغيب، 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 يا سلام، يا سلام على اللي يحفظ الله ويخشى الله بالغيب. مش عايز القضية واحد يقول لك يا سلام يا سيدنا الشيخ لو عم اللي مات يجي بس بعد ما مات يجي يقول لنا ايه اللي حصل بالظبط، هو انت عارف ما الرسول بيقول لك اهو والقران بيقول لك وبيحكي لك، يقول لك يعني يا سيدنا الشيخ حد كان مات ورجع يقول لنا الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما في كتاب، ما احنا بلد بنشرح علينا 30 حلقه اهو، قال الله قال رسول، ها إيه؟ سبحان الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، القلب بتاعه ايه؟ منيب الى الله، وانيبوا الى ربكم واسلموا له، انيبوا، لازم ترجع ايه؟ رجعتك تقول لمن؟ لله رب العالمين. ادخلوها بسلام، يا سلام، ادخلوها بسلام، ولذلك اللي يعيش مع الناس في سلام سوف يدخل في دار السلام. واللي يعيش مع الناس في حروب وفي صراعات وفي خناقات وفي محاكم مش هيدخل بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. طيب يا سيدي. تعالى بقى في الخمس دقايق اللي باقيه نبص على صاحب ياسين حبيب النجار الله يرضى عليه. حبيب النجار لما جاء من قبل الله عز وجل رسولين، الجماعه بتوع جنوب فلسطين كذبوهم، ربنا قال فعززنا بثالث، جابوه الثالث برضه ما فيش سيده. جه حبيب النجار قعد ينصح فيهم، يا اخوانا اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا، فضلوا سبحان الله. المهم سبحان الله ايه؟ ما عجبهمش كلام حبيب النجار، لان في ناس تضج وتضيق ذرعا بكلام المصلحين، يبقى كلام فيه على ودانه. عارف عملوا فيه ايه؟ راحوا منيمينه واقفين على بطنه، خرجت امعاؤه من دبره، مات شهيدا. اما مات هل يجيبوا يحل فيهم؟ قال لا. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هو ربنا مات ربنا عليه قيل ادخل الجنه، قيل ادخل الجنه زي هو ابن مسعود الثقفي الله يرضى عليه، رجع لقومه قال يا رسول الله انا اسلم، هروح اقول لي ايه؟ اقول لقوم بقى كلمتين. قال يا عروه يا عروه يذوق، قال لا ما تخافش يا رسول الله. فراح داخل عليهم بقى، وكانوا جماعه يهود. من انا؟ ده هم بيقول لهم كده، قالوا انت سيدنا وابن سيدنا وزعيمنا وابن زعيمنا وحبيبنا وابن حبيبنا، انت اللي فينا. قالوا وانا قد اسلمت وامنت وشهدت لمحمد بالرسالة. قال له انت خبيثنا وابن خبيثنا وسيئنا وابن سيئنا وعبدنا وابن عبدنا. هم اللي يقول كده، راحوا مسكنوا اسلموا قتلوه. فسيدنا الحبيب قال ايه؟ رحم الله عروه انما هو كحبيب النجار. يقول يبعث مع حبيب النجار بتاع ايه؟ صاحب ياسين، يسمى بايه؟ بصاحب ياسين، سبحان الله، زي ايه؟ صاحب غافر لصورة المؤمن. رضي الله عن الجميع وحشرنا الله واياكم في زمرة الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.